والله سباق اليوم مثل ما شفتوا وايد كان حلو والاجواء حلوه والمتسابقين كانوا متعاونين والحمد لله مثل ما شفتوا كل شيء تمام يعني. والله يعني عدد المشاركين كبير يعني والله زين تقريبا 35 لين 40 متسابق وقسمناها فئتين، فئه كبار مبتدئين فوق 40 سنه وفيها المحترفين اللي مشاركين السباقات قبل. لان السباق كان تقريبا 7 كيلو والانطلاقه تقريبا 6 كيلو فمسافه بعيده بين البويات فالمتسابقين ارتاحوا في مو يعني سباق ضيق فتشوف المتسابقين يكون صعوبه عليهم وصعوبه على اللجنه فكبرنا السباق عشان يكون سهاله على كلهم. لا ان شاء الله في اقبال كبير ان يجون على المتسابقين، انا متسابقين من دول من الكويت ومن السعوديه والبحرين وفرنسا ودول العالم فاحتمال يزيد نسبه تقريبا فوق 50 متسابق.